اكو فنان مره ضربك؟ ليه نجيب هاي السوالف؟ موجوده عندي بس انا عندي غيرها بس ما راح اقول لك يا خلينا حلوين. فيوم احد ضربك بالمسرح بسبب حقيقي؟ يعني مو تمثيل. سمعت ممثل معين ضربك يعني عفوا بالحذاء؟ لا هذا استاذ مكعوات بالبروفات مسرحيه جار العمر. اي بس انا احكي على بهجه الجمهوري. لا مو بهجه، لا بالعكس بهجه يحبني دافع لي. انا كنت صغير من هذا الطيش وكذا بالبروفات انا بكيت بوقتها. بكيت. اخذني بغرفة يعني الفنانين بهجة الجمهوري تحياتنا لهدى صاحب فضل علي حتى ما انكر، وهو واستاذ مكي عواد وعبد جعفر النجار اصحاب فضل علي واخذوا بيدي وما انكر فضل اي واحد. ليش ضربك؟ بكيت بكل قلبي، شاقيت او اسفيت او يعني شفت شخصه قويه بالبروفات. وقتها كانت ليلى محمد يعني وفخر العقيدة تحياتي لأستاذ فخر العقيدة. ليش اليوم المسرح الشعبي ما بيه هيك نجوم؟ يعني قبل كنا نشوف نجوم الصف الأول هم اللي يعرضون، هسه صاروا نجوم معينين ينتقلون من مسرح لمسرح. هسه احنا يعني إذا مقارنة مسرح مصر خلينا نقول يعني على سبيل مصر سامت عن إذا ما عندها مسرح حاليا مصر. لا خلينا نقول وطلع الاسفاف بالمسرح العراقي وطلع الاسفاف. لا انا ما دا اقول اسفاف، دا اسالك ليش النجوم الصف الاول ابتعدوا عن المسارح؟ شنو سبب التعليقات؟ سبب الاراء؟ سبب الناس يعني. يعني انا يعني في يوم من الايام فنانتنا تحياتنا لها اسيا كمال قلت لهم ليش تقطعون ارزاقنا؟ قلت لاسيا كمال؟ اي تحياتي لها استاذتي طبعا حبيبه القلب. ليش قطعوا رزقنا يعني بهاي التصريحات؟ لحد ما صدق طيحوا المسرح العراقي. تعتبر هسه وقع؟ طبعا وقع لانه صارت عوامل هاي التعليقات وكذا والمسرح هجمه على المسرح. اي هجمه زين بدل ما يجي يسوون ايش حسد للعلم انا مسؤول على كلامي. هجمه حسد من الحسد من يعني فنانين اخرين. شوف هي المفارقه شنو؟ مثلا على سبيل المثال اعضاء واصدقائنا بدارسي المسرح من الشخصيات يعني المرموقه اللي ماخذين مناصب يحكي على المسرح التجاري ويدز عليك بعمل للدائرة. انت انا كشخصية مثل اني يحكون علي انه انا مسيف ويدزون علي بعمل للدائرة من اخراج فلان وياي فلان وفلان من الاسماء المهمة. شنو التناقض؟ لا محتمال كل المسرحين راح يقدموها زينة، هو العيب مو بيك بالنص الى اخره. اي اوكي مسرحية زينة. انت مخليني بالزاد، انت وقعت المسرح تريد على يعني تدز عليه حتى احيي لك مسرحية بالمسرح الوطني تفهم على الدائرة.